لك يستحقها. بس رقم الشناوي برضه رقم 2 الشناوي. ما انا لسه كنت هقول لك انا ما اعرفش انت عامل ايه، لكن انا شايف ان الشناوي برضه النهارده ادى مباراه حلوه جدا. يعني الشناوي النهارده انت كنت ممكن تخرج متعادل في اي كره من الضربه الركنيه اللي بتاعت محمود عزت بالضربه الركنيه بالانقاذ. الحارس الكبير هو اللي بيصنع الفارق في الاوقات الصعبه. النهارده يعني نمره 1 رمضان، نمره 2 رقم 2 الشناوي النهارده تصدى بشكل صحيح لست عرضيات من 6، انقذ هدفين محققين، واحده تسديده وواحده من ضربه راس. كمان كان في حاجه مهمه قوي النهارده يمكن لاحظتها برضو على الشناوي تحديدا. الشناوي النهارده عامل 15 تمريره قصيره. 15 تمريره قصيره، ده اهو بص، ده الانقاذ الاولاني، والتاني اللي هو كان الضربه الركنيه. ايوه 15 تمريره قصيره، ده في تعليمات واضحه من ريني فايلر ان اللعيبه ما تطفش. مفيش تطفيش. فدايما اللعيبه بترجع الكوره ورا للشناوي لما بتتزنق، ربيعه او ايمن اشرف تلاقيهم عاملين تمريرات كتير. يعني الشناوي عامل 15 تمريره قصيره و19 تمريره طوليه، يعني الشناوي كان بيلعب برجله كتير، بيلعب معاهم. وده ممكن يكون دور لمدرب الحراس الاجنبي الجديد. ان هو بيبدا ان هو يلعبه بالقدم. لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو عامل 15 تمريره قصيره، منهم 14 صح و19 تمريره طوليه، وانقذ هدفين، فيستحق طبعا تقييم عالي. ولكن الملحوظه اللي بدانا نلاحظها في المباراتين الاخر تحديدا ان الشناوي بدا يلعب برجله عشان طريقه لعب ريني فايلر. مفيش تطفيش من ورا، مفيش ان انت تطفش. بس كل الناس بتشوف تيرش تيجي مثلا كده بس دي واضح ان ده في يعني في بصمه لفايلر ان انت مش عايز تطفش، لازم ترجع الكره لورا. حتى كابتن حسام حسن لما بدا ياخد باله من النقطه دي راح ضغط ضغط عالي من فوق في الشوط الثاني. حتى الشناوي عامل كل التمريرات الطوليه في الشوط الاول، كل التمريرات القصيره لزمايله.